السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق التين في كل مكان، صنف آخر من أصناف التين الممتازة. هذا الصنف سبق أن صورته بالموسم. احنا اليوم بتاريخ 14/12/2023، كلش لذيذ، فيه أصارة كلش كبيرة. هذا الصنف الحجم مالته متوسط. اليوم احنا بوقت متأخر، طبعا نهاية الموسم أو الأشجار راح تبدي تفقد الأوراق، لأن احنا دخلنا بموسم الشتاء، ولكن هنا المنطقة شوية دافية. وهذا الصنف مثل ما تلاحظون داخل مالته لذيذ جدا. أنا أفضل هذا الصنف بالأكل بشكل كبير، الأصارة كلش كبيرة فيه، لذيذ الطعم، نمو الخضري مالتي شجرة كلش حلو ممتاز. غزيرة الاثمار تستمر بالاثمار من شهر السادس تقريبا لحين تساقط الاوراق، يستمر الحمل فيها والنمو يعني مستمر لحد الان بالاثمار الجديد. اصارة كلش كبيرة، كمية الماء فيها كبيرة عالية. معكم نبيل الراوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.